السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. صباح الخير مشاهدينا، صباح الفن والثقافة، صباح الإبداع والجمال. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا هنا من مركز إكسبو الشارقة وفعاليات اليوم السادس من المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر في نسخته السادسة. هذا الملتقى الفني والثقافي الذي يحتضن نخبة من ألمع المصورين المحليين والعالميين وأعمال إبداعية تنبض بثقافات العالم هنا مشاهدينا فقط في إكسبوجر. يا هلا ويا مرحبا بكم، حياكم الله مشاهدينا. صباح في البداية على أسرة البرنامج أقول يسعد صباحكم، يعطيكم الصحة والعافية، وأصبح بعد كذلك على زميلي غدير المعيني اللي بيرافقني في هذا المشوار وهذه الحلقة بالتحديد. يا هلا ويا مرحبا بك، يسعد صباحك غدير. يسعد صباحك أختي أمل، ويسعد صباحكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله مشاهدينا، رحب بكم في حلقة جديدة من هذا المهرجان وهذا الحدث الاستثنائي الذي ينقل ثقافات العالم وينقل شعوب العالم وينقل إبداع المصورين ويجمع محبي الصور ومحبي التصوير الفوتوغرافي والقصص الملهمة التي تخرج من القلب بالطبع وتخرج من إبداعات المصورين. يسعدنا أيضا نرحب بزميلتنا المتواجدة في أروقة المهرجان وتنقل لنا أهم المعارض وأهم الورش. الكلمة لك زميلة علياء الهاملي. صباح الخير مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم في تغطيتنا لفعاليات المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر بنسخته السادسة. مشاهدينا، هذا المهرجان الذي يحتضن تحت مظلته نخبة من ألمع المصورين من مختلف أنحاء العالم، سوف نوافيكم بعد قليل بجولة نتعرف من خلالها على بعض من أبرز المشاركين، فابقوا معنا. أما الآن أعود إلى زملائي في الاستديو. شكرا لك زميلتنا علي الهاملي. طبعا متاخذنا زميلتنا علي غدير بين أروقة وأجنحة المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر في هذه النسخة السادسة، بتعرفنا أكثر على الهيئات والمؤسسات والأجنحة المشاركة كذلك في إكسبوجر في نسخته السادسة. طبعا إذا بنتكلم وبنسلط الضوء على المهرجان الدولي للتصوير في هذه النسخة بالتحديد، فإن هذه النسخة تسخر العديد والكثير من الأنشطة والبرامج والفعاليات المختلفة التي بدورها يعني تتناسب مع شريحة كبيرة من المجتمع، من المصورين، من المبدعين، من الهواة والمحترفين في عالم فن التصوير الفوتوغرافي. في البداية نطلع لهذا الفاصل القصير نتعرف على أجندة فعاليات اليوم السادس من المهرجان. حياكم الله مشاهدينا من جديد في هذه المنصة الثقافية والفنية التي تحتفي بالمبدعين، بالمصورين، بالمثقفين وكذلك بالمحترفين في مجال التصوير الفوتوغرافي مشاهدينا. كما ذكرت قبل قليل أن المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر في هذه النسخة بالتحديد يعني يقدم مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية اللي بدورها تضم مشاهدينا
ورش عمل تفاعلية تدريبية تعليمية إلى جانب الندوات المختلفة، وما ننسى كذلك الجلسات النقاشية التي يديرها نخبة من ألمع المصورين والخبراء في هذا المجال بالتحديد. يعني كما رأينا قبل قليل ونرى هنا في هذه المشاهد الحية الجميلة تفاعل شريحة كبيرة من المجتمع، من الطلاب، من الطالبات، من الزوار، أتوا هنا في مركز إكسبو الشارقة وفي المهرجان الدولي للتصوير إكسبو جار في هذه النسخة بالتحديد. طبعاً اللي حاب يشارك أو يسجل في هذه الورش الخاصة بالنسخة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير ما عليه إلا زيارة الموقع الخاص بالمهرجان exposure.ae، من خلاله يقدر يتعرف على كافة الفعاليات المصاحبة للمهرجان، وكذلك أن يسجل ويشارك ويستفيد من الخبرات هنا في هذه المنصة الثقافية والفنية. غدير، نعم، جميل. أيضا شاهدنا في اليوم الثاني القمة البيئية وتحت شعار إنقاذ المحيطات توجد حياة زميلتي أمل تحت الماء، والمصورين أبدعوا في إظهار هذه الصورة الجميلة. مشاهدينا، ننتقل للزميلة عليا المتواجدة في أروقة المهرجان. زميلة عليا، الكلمة لك. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا، وما زلنا متواجدين في أروقة المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر، وفي هذه الأثناء يسعدني أن أرحب بضيفي الأستاذ المصور الفوتوغرافي عمار الفارسي. صباح الخير ومرحبا بك. صباح النور. في البداية نود أن نعرف المشاهدين عن مشاركتكم في المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر بنسخته السادسة. في البداية حاب أشكر كل القائمين على المهرجان هذا، وحاب أشكر فعاليات الشارجة لأن أعطوني الفرصة أني أبرز صوري وأبرز إبداعاتي في هذا المعرض الكبير. الله يوفقكم يا رب. أخبرنا عن أهمية مثل هذه المهرجانات في تعزيز مكانة المصور برأيك. هذه المهرجانات تحفز وتساعد في دعم المصورين العالميين والمواطنين، يعني مثلي أنا أول مرة في حياتي أشارك في معرض، فهذا أول معرض لي أشارك فيه، والحمد لله يعني الدعم اللي حصله من كل الناس تحفزني أني أستمر في التصوير. أتمنى لكم كل التوفيق. هناك لوحة مميزة تشارك فيها في المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر، لو تخبرنا أكثر عنها. هي نعم، عندي لوحة صورتها في مدينة خرفكان، هو كاسر موج، صورته من الأعلى، ف الكاسر عبارة عن يعني أول مرة في حياتي أشوف الصخور مرتبينها بهذا الشكل. فشو سويت أنه خليت اللون الأسود مثل ما تشوفون في الصورة في النص عشان يفصل بين البحر وبين الصخور اللي برا على اليمين. فيوم خذت الصورة لاحظت أن حاليا البحر يعكس الصخور اللي برا، كأنها مرايا تعكس الصخور اللي برا. فلهذا السبب سميت هذه الصورة مرآة البحر، وصورتها أنا بعد وقت المغرب، فتشوفون الإضاءة من على اليمين نازلة لليسار كأنها نازلة مع الصخور وهي نازلة تحت البحر. جميلة جدا بالفعل هذه الصورة. لو تخبرنا الأستاذ عمار عن أهمية تطور المصور وتنميته لقدراته على مر السنين والأيام. يعني المصور لازم أول شيء في البداية لازم ينمي يعني قدراته ويسعى إلى البحث أكثر عن الأساسيات وأساسيات التصوير ومن ثم استقل هذه الموهبة. صحيح صحيح، يعني يبدأ بمكان معين وما يستحي أبدا، إذا حاب شيء يشوفه قدامه ويبغي يصوره على طول لازم يصوره، يعني ما يستحي ما يتوتر على الموضوع. فهذه صوري أنا كلها صورتها يعني صور عفوية كانت، وفي النهاية شاركت فيها في المعرض. ما شاء الله عليك، نتمنى لك كل التوفيق المصور عمار الفارسي في من خلال مشاركتك في المهرجان. شكرا لك. إذا مشاهدينا، كانت هذه أول جولاتنا في المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر، والآن أعود إلى زملائي في الاستديو.
شكرا لك علي الهاملي، بنرجع لك ان شاء الله بنتعرف كذلك على الاجنحه المشاركه في النسخه السادسه من المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر في هذه النسخه المميزه. مشاهدينا مستمرين متواصلين معكم، وننتقل في هذه اللحظات الى هذا التقرير والذي يسلط الضوء على احد اهم وابرز المعارض المتواجده هنا في اكسبوجر في هذه النسخه، ومعرض لغه العيون للمصور موغن ترول. دعونا نتابع هذا التقرير سويا مع الزميل محمد الهرمودي. يجمع المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر 2022 والذي ينظمه المكتب الاعلامي لحكومه الشارقه مصورين العالميين المحترفين والهواة على مستوى العالم، والذين تعرض أعمالهم لأول مرة في الشارقة ضمن معارض مميزة في المهرجان. هذه المرة الأولى لي في هذا المهرجان الأكثر من رائع في إمارة الشارقة، ويشرفني المشاركة بمعرضي ضمن مهرجان التصوير الضوئي اكسبوجر. معرضي يحمل عنوان لغة العيون، يحمل صور من فئة بورتريهات الحيوانات تمت بتصويرهم خلال رحلتي لأفريقيا وآسيا. تجولنا في اكسبوجر واستوقفنا معرض لغة العيون، والذي يتضمن لوحات فنية مصورة للمصور موجين ترول الحائز على جائزة الحياة البرية في عام 2020، وهو متخصص في التقاط صور البورتريه للثدييات، إذ يأخذنا ترول في جولة ليطلعنا على التفاصيل المدهشة عن رحلاته حول أفريقيا وآسيا وشغفه للنظر في أعين هذه الحيوانات. لسنين عديدة عملت في مجال التصوير وخصوصا الحياة البرية، وأحب هذا المجال بالذات، وذلك لأنه يسمح لي بالتقاط صور تعبيرية لوجوه الحيوانات عن قرب. والأمر المدهش حقا في ذلك أن هذه الحيوانات وخصوصا الثدييات تمتلك تعابير وجه كما لدى الإنسان، خصوصا في طريقة تواصلهم بالعيون. ومن خلال هذه الصور الفوتوغرافية سنلاحظ حقا وجود أوجه تشابه بينهما وبين البشر، وتظهر أيضا شخصياتهم وعواطفهم. هذا ما يجذبني لتصويرهم. النسخة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر احتضنت هذا العام معارض فنية متعددة تحتفي بالثقافات العالمية المختلفة، وتتضمن جولات عديدة لتخبرنا الكثير عن قصص مليئة بالجمال والتجارب والفن. حياكم الله مشاهدينا من جديد، نشكر الزملاء على هذا التقرير، ونشكر ايضا زميله علي الهاملي في استضافه المصور عمار الفارسي. جميل مشاركه ابناء الاماره الباسمه وابناء اماره الشارقه وابناء دوله الامارات ايضا، وابناء واخواننا من الخليجيين ومن مختلف الدول الخليجيه ومختلف دول العالم. أكيد يعطيهم الصحة والعافية، ونتمنى لهم كذلك كل التوفيق والنجاح غدير. طبعاً المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر في نسخته السادسة يستضيف نخبة من ألمع المصورين المحليين والعالميين، ومن خلال 45 معرضاً فنياً فردياً وجماعياً نستعرض أو يستعرضون أو يعرضون هؤلاء المصورين المحترفين أكثر من 1600 صورة وحكاية. يسعدنا أن نرحب اليوم بضيفنا في استوديو صباح الشارقة من مركز إكسبو الشارقة والمهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر بالمصور الصحفي المبدع والمتميز الذي حاز على العديد من الجوائز العالمية المرموقة. حرص على الحضور هنا في إكسبوجر، ويحرص دائما على توثيق الأحداث المؤثرة
التي لا تخلو من المخاطر. يسعدنا أن نرحب معا مشاهدينا وسويا بضيفنا المبدع المصور الصحفي محمد محيسن. يا هلا ويا مرحبا بك، يسعد صباحك. ما يسعد صباحكم وصباح كل المشاهدين. شكرا شكرا. الله يسلمك. تحرص دائما على المشاركة والتواجد هنا في إكسبوجر، كيف رأيت إكسبوجر هذا العام؟ يعني حاليا إكسبوجر هو أهم منصة تصوير في العالم ونفتخر بهذا الشيء. إكسبوجر ليس مجرد معرض للصور، وهو ملتقى فني إعلامي ثقافي بيجمع العالم في مكان واحد. الحمد لله نفتخر، أفتخر كفنان، أفتخر كمواطن عربي، أفتخر كإنسان إنه يتواجد ملتقى كإكسبوجر في منطقتنا. نعم. الحمد لله. جميل أستاذ محمد محيسن، مشاركتك في هذا المهرجان يحمل عنوان، ومعرضك فردي يحمل عنوان الحرب والحياة. نعم، لماذا اخترت هذا العنوان؟ أولا التصوير هو عبارة عن توثيق لحظات من الزمن لليوم للغد وللمستقبل، فتوثيق هذه الحروب وهذه الأزمات هو عبارة عن شهادة للأجيال القادمة. نعم. ولكن هو مهم جدا لرفع أصوات هدول الناس اللي كانوا less fortunate في هاي المناطق، مناطق النزاع. وجود هاي الصور في الشارقة الآن، العالم كله بتتكلم عنها، العالم كله بتعرف قصصهم، فبيؤدي لإحداث تغيير، لتغيير وجهات نظر، لرفع أصوات هدول الناس، توعية. هذه هي أهمية الصور وأهمية المعرض. نعم. إذا بنتحدث أستاذ محمد عن مشاركتك في إكسبوجر، فأنت قدمت خلال جلسة حوارية بعنوان رحلتي خلاصة تجربتك، حدثنا أكثر عن هذه الجلسة. طبعا أي مصور يجب أن يكون يعني passionate، عنده شغف في التصوير. التصوير ليس مهنة أو وظيفة، هو عبارة عن إشي موجود فينا. نعم. أنا بدأ حبي في التصوير من عمر صغير جداً. جدتي كان عندها كاميرا بولارويد، وهون التقيت بصديقي الكاميرا. أنا أردني ولدت في القدس، فكنت محاط بالمشاكل، بالصراع، بالأحداث، وهون ابتدأت مسيرتي الفنية، إنه أنا بحب التصوير، فدرست صحافة وعلوم سياسية، ودمجت حبي للتصوير وعلمي مع بعض لأكون راوي قصص أفضل. وبدأت بالسفر حوالين العالم. نعم. غطيت جميع الأحداث اللي حدثت من سنة 2000 حتى اليوم، لإيماني العميق بأهمية التصوير، لأنه إذا حدث شيء وما تم تغطيته كأنه ما حدث، فهذه أهمية الصور لتوثيق الأحداث. أكيد. والحمد لله يعني وجودنا هون اليوم فخر ننقل هاي القصص للعالم. الحمد لله. جميل هذا شغف أستاذ محمد، وجميل أيضا أن تكون قد بدأت منذ الصغر وملم. نعم. بهذا الإبداع وهذا التصوير. إذا تحدثنا عن اللوحات والصور، ما هي أقرب لوحة إلى قلبك؟ طبعا أقرب لوحات أو لوحة هي اللي بتنقل صور الأطفال من مناطق النزاع، لأني أؤمن أنه كل طفل له الحق أنه يعيش حياة طبيعية. فعندما أنقل هاي الصور من مناطق النزاع كطفل بلعب في بالون أو طفلة بتنط حبل، هاي الصور ممكن نشاهدها في أي مكان في العالم، فبتصير أقرب للقلوب. ولكن من الصور المعروضة هون اللي بتهمني كثير هي قصة لأطفال تركوا بلادهم في أفغانستان. نعم. بدون أهاليهم، وانحشروا في صربيا في ظروف صعبة، درجات حرارة كانت سالب 20 برد. فهذه الصورة أو هاي القصة بتهمني كثير، لأنه العالم لازم يسأل نفسه دائما شو اللي بيجبر أي شخص إنه يترك بيته، يترك أهله، لأنه ما حدا بيترك بيته إلا إذا كان مجبور. فهاي القصص بتصير عبارة عن أصواتهم للعالم وبتحدث تغيير. نعم. كما ذكرت الصورة تحدث تغيير كبير، الصورة عبارة عن رسالة، عبارة عن أصوات، عبارة عن رسائل ملهمة يقدمها المصور للمتلقي لإحداث تغيير كبير في العالم في الحقيقة. بالحديث عن مشاركتك في إكسبوجر هذا العام، أرجع وأتكلم عن مشاركاتك المميزة ما شاء الله، جائزة المصور المستقل. صحيح. تحدث عن
أهمية هذه الجائزة كونك تشارك كذلك بتحكيم هذه الجائزة؟ طبعا شكر خاص لسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي من المؤمنين بأهمية التصوير، فلما أتت هاي المسابقة يعني كان موضوع كثير مهم، لأنه أولا كل شخص بهمه يكون عنده عمل يتميز به. نعم، وهنالك يعني جائزة قيمة جدا ممكن تغير حياة هذا المصور للتعمق بعمله. المسابقة كانت جدا جدا قوية، أجتنا مشاركات من جميع أنواع مناطق العالم، وكان مش سهل إنه ننقي الفائز. الفائز كانت قصة من هونغ كونغ، قصة قوية ومهمة، ولكن في هاي القصص يعني هنالك يعني حياة أو موت المصور وهو يغطي هاي القصص، وهون بتورجي قديش أهمية هاي القصص. فالشخص الفائز يعني كان ردة فعله جدا جميل، لأنه راح تساعده في تكملة أعماله الصحفية وينقل قصص مهمة للعالم. نعم، إلى جانب التحكيم أستاذ محمد، أيضا تقيم السير الذاتية للمصورين، كيف وجدت الأعمال؟ طبعا المشاركات كثيرة والإبداع كثير والذائقة تختلف من مصور إلى مصور، كيف وجدت هذه المشاركات؟ أنا أؤمن بأهمية أنه إيد واحدة ما بتسقف، لازم دائما نساعد بعض، فأنا وجودي في الشارقة في تقييم الأعمال بيساعدني ألتقي بمواهب من أعمار صغيرة بحاجة لمساعدة، فكان هنالك يعني عدد من المصورين اللي التقيتهم مبدعين جدا وبحاجة لدعم. أنتوا قبل شوي حكيتوا مع عمار، أنا التقيت في عمار مثلا، عمار عمره صغير مبدع ما شاء الله عليه، فحاليا أنا وعمار على اتصال في أي وقت هو بحاجة إشي، لأنه أنا باجي من عالم تصوير مختلف، بلتقي بمصور من عالم مختلف بتعلم منه وبتعلم مني، فهذا هو من أهم الأمور اللي عم بتصير في المهرجان، إنه إحنا عم ننقل خبراتنا ومنلتقي وصرنا عائلة واحدة كمصورين. نعم. الحمد لله. تركز في تصويرك على اللاجئين وكذلك حياة اللاجئين، وكذلك تركز على الأطفال، لماذا؟ الأطفال هم ضحايا الحروب، الأطفال في كل مكان في العالم بيتميزوا بنفس الشيء. الطفل ما بيختار البيئة اللي ينولد فيها أو الظروف اللي حواليه، فعندما أنقل صوتهم للعالم أقربهم لقلوب المشاهدين أو المتابعين. مهم جدا بعملي هو أنه أعطي شوية background عن الطفل اللي بصوره. يعني إحنا اللاجئين هم ليسوا أرقام أو مجرد كلمة لاجئ، هم أب أو أم أو طفل أو أخ أو أخت. نعم. فضروري جدا تعريفهم بأسمائهم بأعمارهم بأحلامهم. جميل. فمن القصص مثلا أنه صورت أطفال لاجئين، ذكرت كل طفل إيش تحلم. طفلة بتحلم تكون ملكة، طفل بيحلم يكون لاعب فوتبول، فهي نفس الأحلام اللي حلمناها وإحنا صغار. فهاي الصور هي عبارة عن أصواتهم للعالم، وإن شاء الله تحدث تغيير بحياتهم. أحدث التغيير الحمد الصور لله. التي التقطها الحمد لله. من خلال الصور قمت بتأسيس مؤسسة غير ربحية في هولندا لمساعدة اللاجئين والمتضررين داخليا حوالين العالم. نعم. ومهرجان إكسبوجر من بداياته من 2016 ورجيت صوري فيه، ساعدني بتأسيس هاي المؤسسة اللي اليوم أنا فخور جدا، ساعدنا عشرات آلاف الأطفال والبالغين حوالين العالم من خلال الصور، لأن الصورة هي عبارة عن صوت، شهادة ممكن تحدث تغيير احيانا سلبي اذا ما كان المصور بنقلها بطريقه سليمه من توثيقها كصوره وكمعلومات. والحمد لله يعني فخور بهذا الانجاز. الحمد لله. بالحديث عن ان ربما تظهر الصوره بشكل سلبي، هناك اخلاقيات المهنه، اخلاقيات المصور، ما اهميه اخلاقيات المهنه في نقل الصوره الحقيقيه، نقل الصوره دون تغيير، نقل الصوره بتفاصيلها المهمة بتفاصيلها الحقيقية؟ أهم شيء أنه نتذكر قبل ما نكون مصورين نحن بني آدمين، نحن يعني هنالك أخلاقيات للعمل، أنه ما نخترق خصوصيات الناس، ما نتعدى في، لازم دائما نتذكر أنه لو أنا كنت قدام الكاميرا كيف ممكن أحس،
أنا كمصور لازم يكون عندي إحساس وأنقل هذا الإحساس من خلال هاي الصور. المعلومات التي ننقلها يجب أن تكون دقيقة. الناس لازم يكون عندها علم بالضبط هاي القصة وين رايحة وين جاي، لأنه الصورة هي سلاح ذو حدين وممكن يحدث تغيير في أنظمة، تغيير في حياة بني أدمين. وشفنا عبر التاريخ صور غيرت أنظمة وغيرت حياة ناس. في إحدى السنوات صورة أدت لبناية مدارس، الحمد لله بفتخر في هذا الشيء إنه صور اليوم ساعدت غيرت، وهنالك صور دمرت للأسف لأنه لم يتم التقاطها كصورة أو كمعلومات بالأسلوب المناسب. التصوير أخلاق وفن وذوق وشهادة، واجب ضروري جدا نقله بالطريقة السليمة عشان يعطي جاستس للموضوع. نعم الأستاذ محمد، حصلت على العديد والكثير من الجوائز العالمية المرموقة. نعم. الحمد لله. وفزت كذلك مرتين بجائزة بوليتزر العالمية، وهي من أهم الجوائز الصحفية. صح تعبيري؟ صحيح؟ صحيح. نتحدث عن أهمية هذه الجائزة، وهل هذه الجائزة أحدثت تغيير معين؟ أكيد جائزة البوليتزر الحمد لله كسبتها مرتين، ولكن أهميتها لإلي صار إنه صارت عبارة عن مدخل من خلاله بوصل لأي قصة. أول مرة كسبت جائزة البوليتزر صارت التوقعات عالية علي كمصور، بطلت مجرد مصور صرت بوليتزر برايز وينر. فهذا الإشي طبعا خلاني أتعلم أكثر وأتعمق أكثر بالتصوير. العلم كل يوم بتغير ويجب أنه نضل معاه، يعني هو كالقطار السريع بدك تكون معاه بجانب مع جانب، ولا راح تقضي عمرك تحاول تمسك فيه. فجائزة البوليتزر ورجتني أنه ممكن أتقدم أكثر، ممكن أبدع أكثر من مجرد ما أكون مصور محلي أو مصور في منطقتي، أسافر العالم تفتح أبواب. وهون يعني هاي الجوائز بتساعد المصور أنه صوره توصل أبعد وصوت الصور يصير أعلى، فإذا بتستغلها بالطريقة السليمة. جائزة البوليتزر عن حروب، جائزتي الأولى كانت من حرب العراق في 2003، كنت صغير بالعمر، خبرتي بسيطة جدا، لقيت نفسي في نصف الحرب ما عندي أي خبرة طبعا. نعم. بني أدمين كانت مخيفة جدا، الحمد لله أنه جيت وطلعت منها، ولكن تعلمت كثير أمور من خلال تجربتي. أنه أهم شيء السلامة أهم شيء، ولكن أنه نقل الصور بالطريقة السليمة. البوليتزر الثاني كان من تغطية الحرب في سوريا، قصة كانت صعبة جدا فيها خطورة، ولكن الحمد لله أنا أؤمن إذا حدث شيء وما تم تغطيته كأنه ما حدث. صحيح. فهذه ضرورة هاي القصص، ضرورة هاي الجوائز، لأنها بتفتح أبواب لإلي ولمصورين آخرين إنه تعطينا حرية بتغطية الأحداث. نعم. نعم. اخترت المصور محمد، اخترت مجال التصوير الصحفي، ما هي المجالات الأخرى الأقرب إلى قلبك أو التي ممكن أن تتنوع فيها في التصوير؟ يعني أنا أحب كثير تصوير البورتريت، لأنه تصوير البورتريت بدك تنقل حياة شخص من خلال صورة. تصوير البيئة حالياً منعاني من مشكلة الكلايمت تشينج، التغيير المناخي، من قصص كثير مهمة، وهي القصص يعني عم نحاول نتعمق فيها. أكيد أنا مصور صحفي، ولكن عم ضروري أتعلم أمور ثانية. تصوير الـ 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 الطبيعة. نعم. بعشق الطبيعة، وهذا هو من الأسباب الرئيسية اللي صرت فيها مصور، إنه كنت أحب أصور الشجر، أصور الألوان، وحلمت بيوم من الأيام إنه أنقلها للعالم. ضروري جدا كمصور إنه أتعمق في مجالات ثانية وأدمجها مع بعض، تساعدني أكثر بتصويري الصحفي، إنه أنقل صورة من مجرد صورة هامشية لصورة معمقة أكثر. نعم. أريد أن أسلط الضوء على التكنولوجيا. التكنولوجيا اليوم أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا. أكيد. وأنا أعتقد أن التكنولوجيا ساعدت المصور على نقل الخبر بسرعة. في ثواني اليوم ننقل الحدث من الفيلد لبيت المتابع. التكنولوجيا كما مرة هي سلاح ذو حدين. كيف إحنا بنستغله للخير، لنقل الأحداث. نعم. للمساعدة. مواقع التواصل الاجتماعي حاليا زي ما ذكرت في ثواني بننقل القصص ونوصلها لكل العالم. المؤسسة اللي شكلتها من خلال التكنولوجيا ما شاء الله،
في 2015 أجاني ردود فعل كثيرة من خلال الإيميل بدنا نساعد، فعملنا موقع إلكتروني، عملنا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت العالم والحمد لله. يعني استغلالها بالطريقة السليمة ممكن يغير حياتك. كمصور عادة بنصح المصورين المبتدئين حاليا إنه هذه المواقع استغلها كتكون كالمكان اللي تعرض فيه موهبتك وتنقلها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. فالتكنولوجيا كمان مرة قطار سريع بدك تكون حد على حد معه. أكيد. الحمد لله. بالحديث عن التكنولوجيا أيضا، ربما بعض المصورين لا يؤمنون، أنا أحمل كاميرا عادية ربما لا أبدع فيها، ربما لا أنقل صورة بفن واضح بأسلوب جميل. ماذا تنصح المصورين المبتدئين الذين يملكون المعدات البسيطة لكن هناك ذائقة مميزة لديهم؟ طبعا في بداية ونهاية المطاف هي أداة. يعني إذا بدنا نقول عن الكاميرا، هي الكاميرا هي أداة، والمصور هو الشخص اللي بيديرها. بتلعب دور الأداة إنه من خلال جودة الصورة، من خلال سرعتها، ولكن إحنا الماسترز اللي منستير هاي الأداة. أسئلة كتير بتيجي إنه أنا بصور في الكاميرا ولا بصور بالموبايل، هي هذه أداة وهذه أداة، ولكن إيش طموحك للأمام؟ بتدور على الجودة ولا بتدور على العدد؟ فاستغلال التكنولوجيا الأيام هاي خصوصا بالأداة بيساعد. يعني الصور اللي معروضة حاليا في إكسبوجر هي صور عالية الجودة جدا. يعني الطريقة اللي إكسبوجر بتلقي فيه المصورين، دور على أفضل مصورين العالم من سمعة، من تقنية، من أعمال خاصة إكسكلوسيف. فضروري جدا يكون عندنا علم بالتولز وبالتكنولوجيا هاي عشان نوصل لأبعد الأفاق في هذا الموضوع. بالطبع. أستاذ محمد يعطيك الصحة والعافية، نحن سعداء في الحقيقة بتواجدك معنا وعلى حضورك كذلك وعلى هذه المعلومات المفيدة والقيمة التي تثري كل من يتابعنا. أكيد. شكرا. الحمد لله. شكرا لكم. حياك الله. أسعد صباحكم. يا الله يسلمك عافيك. إذن مشاهدينا كل الشكر والتقدير مرة أخرى للمصور الصحفي محمد محيسن على هذا الحضور وهذه المعلومات القيمة والمفيدة. مستمرين مشاهدينا ومتواصلين معكم في إكسبوجر، وننتقل في هذه اللحظات مرة أخرى إلى الزميلة عليا الهاملي. لك الكلمة عليا. شكرا زملائي في الاستديو، مرحبا بكم مشاهدينا مجددا، ويسعدني في هذه الأثناء أن تنضم إلي المصورة الفوتوغرافية نوير الهاجري.
تقاليد الشعوب وحياة الناس، فهمتي علي؟ أخبرينا عن أبرز الإنجازات التي حققتيها ما شاء الله عليك، هناك يعني إنجازات مميزة تودين إطلاعنا عليها، ربما تكون إلهام أو حافز لكل المصورين الآخرين. الحمد لله أنا حاصلة على قبولات عالمية وجوائز عالمية في التصوير، الحمد لله. إن شاء الله عليك. وعندي لقب الإيفياب من منظمة الفياب العالمية، وعضو جمعية الإمارات، وما أنسى فضلهم في تطوير موهبتي، الحمد لله. كلمة أخيرة تقولينها لكل مصور مبتدأ؟ أتمنى من كل مصور يجتهد، يتعب على عمره، وياخذ اتجاه يحبه، يعني يحب يصوره، فهمتي؟ المصورة الفوتوغرافية نوير الهاجري، شكرا لك على تواجدك. حياك، مرحبتين، مشكورة. حياك الله. إذا مشاهدينا كانت هذه نهاية جولتنا في هذا اليوم، والآن أعود إلى زملائي في الاستديو. مشاهدي شكرا لك يا زميلة علياء الهاملي على هذه الاستضافة. مشاهدينا تشارك جهات ومؤسسات حكومية في هذا المعرض، ومن الجميل مشاركة وزارة التربية والتعليم في هذا المهرجان وفي هذه النسخة الاستثنائية بعشرين صورة تم اختيارها من بين أفضل الصور المتواجدة في المهرجان. ويسعدنا أيضا استضافة الأستاذ هزاع المنصوري المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم. حياك الله أستاذي. حياكم الله وسعد الله صباحكم جميعا وصباح مشاهدي الشارقة. يا هلا ويا مرحبا بك، حياكم الله. بداية أستاذ هزاع، لو تحدثنا عن مشاركة وزارة التربية والتعليم في هذه النسخة، وأيضا كانت موجودة في النسخة السابقة، حدثنا عن هذه المشاركة. وزارة التربية والتعليم بتوجيهات من معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم حريصة على التواجد في يعني أي مهرجان بطريقة ما يخدم هذا القطاع. احنا اليوم الوزارة نمثل جزء كبير من المجتمع، ما في أسرة ما عندها ولد في قطاع التعليم، فمثل هذا المهرجان الدولي المتميز حرصت الوزارة أنها تتواجد لإبراز المواهب الموجودة، لمساعدة ومساندة كل شخص موهوب. اليوم مشاركتنا لها يعني طابع جدا مميز، كانت المشاركة، وهي طبعا إذا بتكلم وزارة التربية والتعليم هي الوزارة الوحيدة في هذا المهرجان المتميز. البعض يتساءل ليش الوزارة موجودة؟ اليوم الوزارة تحاول أنها تتواجد في مثل هذه الفعاليات كي تدعم المصورين، كي تدعم الموهوبين، ونحاول نتيح لهم فرصة مجانية للمشاركة. أول مشاركة السنة الماضية لمسنا تفاعل كبير من المجتمع التعليمي في الدولة، ولهذا الشيء جت التوجيهات أن اليوم نستمر في مثل هذه المشاركات. نعم، كيف استعدت وزارة التربية والتعليم للمشاركة في هذه النسخة السادسة من المهرجان؟ الحقيقة الاستعدادات بدأت من يوم انتهاء المشاركة الأولى، ما أن تم رفع التقرير لسعادة المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء، ارتفعت له مشاركتنا وتقييم هذه المشاركة. جت التوجيهات أن اليوم هذه مشاركة مهمة. نعم. وتفاعل مهم، فبدأت خلايا العمل في قطاع الفعاليات وقسم الفعاليات في إدارة الاتصال الحكومي والإعلام التربوي في الوزارة بالعمل. وبالمناسبة اليوم بدأت العمل بشكل جاد من بداية التخطيط، من ثم طبعا التواصل مع كل قطاعات التعليم. اليوم الموجودين عندنا في هذه المنصة لا يمثلون فقط طلبة معلمين، كوادر إدارية، طلبة في قطاع عام، قطاع عالي، حكومي وخاص، الكل تشارك معنا، وإن شاء الله من خلال الحديث ممكن نتطرق كيف مشت خطة العمل إن شاء الله. نعم، جميل إشراك الجميع في هذا المهرجان واختيار جميع الإبداعات وجميع أصوات. ما هي البرامج التي تشارك بها وزارة التربية والتعليم في هذا المهرجان؟ البعض يعتقد بأن مشاركة وزارة التربية والتعليم عبارة عن منصة فيها 20 صورة. اليوم احنا قبل اول ما بدأنا، على يعني طاري السؤال السابق، اول ما بدأنا تم التواصل مع كل القطاعات، ويعني استحداث مسابقة لجمع اكبر عدد من المشاركين، وصلتنا مئات المشاركات، تم فلترتها من خلال لجنة متخصصة عندها يعني نقاط معينة، تم اختيار أفضل 20 صورة
تحاكي قطاع التعليم بطريقة أو بأخرى. الجزء الآخر طبعا اليوم وزارة التربية والتعليم أيضا لا تشارك مثل ما وضحنا في منصة، وإنما في زيارات افتراضية. اليوم عندنا طلبة في رأس الدارة ولا في السلع، ويعني عندهم شغف زيارة المعرض، ففي زيارات افتراضية، أربع زيارات افتراضية يديرونها أخوانهم زملائهم في هذا القطاع لزيارة المعرض. ورش مجانية تم استحداثها أيضا للطلبة، وميزة ورشنا ليست فقط حضورية وإنما حتى عن بعد، وورش مجانية ومدربين عندهم اختصاص. يعني احنا اليوم متعاونين مع شركة نيكون، احنا نقدم لها الشكر لأن هاي ثاني سنة تشارك معنا، مدربين ذات كفاءة عالية ما يعطون دورات ببلاش إلا من خلالنا إن شاء الله. فهذا جزء من يعني من الرسالة اللي نحاول احنا من خلال وزارة التربية والتعليم أن نتفاعل مع هذا المهرجان إن شاء الله. كيف تشجع الوزارة اليوم الإبداعات والمواهب المختلفة من قبل الطلاب والطالبات؟ نعم، أنا دائما أحب كلمة مجتمع التعليم، لأن اليوم وزارة التربية والتعليم هي المظلة التي تحتوي كل قطاعات التعليم في دولة الإمارات. فنحن مثل الأب الذي يشرف على هذه الأسرة التعليمية، اليوم حريصين أن احنا يعني نتشارك مع هؤلاء المجتمع، نحاول نبحث عن مواهبهم. اليوم إذا أنا أتكلم عن مجتمع بهذا الحجم فمعناته هنالك العديد من المواهب، نحاول في كل موهبة نبرزها. إن شاء الله الأسبوع القادم عندنا مهرجان متميز أيضا للمواهب ولكن في اختصاصات أخرى، عندنا تواجد في كل شيء يخدم هذا المجتمع إن شاء الله بإذن الله. شاهدنا هذا الموضوع اللي ذكرته أستاذ هزاع بوجود ضيف مميز كان موجود ويانا أمس، المصور علي الحمادي، شارك بصورة وهو أصلا من بدع زايد من الغربية. صحيح. من جامعة الإمارات، فوجوده في هذا المهرجان دعم وحافز نفس ما ذكرت أيضا. وكانت قصته جميلة بوجود حيوان كان يربي أليف الغزال. نعم، وأظهر هذا الإبداع وأظهر هذه الصورة في هذا المهرجان، جميل إعطاء هذه الفرص. أيضا بصفتكم مشاركين، ماذا تضيف لكم هذه المشاركة؟ أنا أعذرني برجع للتعليق اللي تفضلت فيه، اليوم عندنا طالب جامعي من جامعة الإمارات وموجود في موجود في الشارقة وهو من المنطقة الغربية، هذا بحد ذاته يؤكد الرسالة اللي احنا نشتغل عليها. نعم. أنا كنت أتمنى مشاهدينا الكرام كانوا متواجدين وقت الافتتاح يوم تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب الحاكم الله يحفظه بزيارة منصة وزارة التربية والتعليم. كان عندنا طالب اسمه أعتقد خالد حسين الحمادي، هو مش ابن الوزير ولكن تشابه الأسماء. خالد كانت له أكثر من صورة، لو شفتوا طريقة تفاعله مع سمو الشيخ وهو يشرح له هاي صورتي يوم كذا وهاي صورتي، لأن في له أكثر من صورة، فكان عنده حب وفرحان. والشيخ الله يحفظه أيضا أثنى سموه عقب ما خلصنا، يقول لي هذا الطالب ما شاء الله عنده شغف. قلت له سعادتك هو يعني سموك هو تدخل في بعض المشاهد حتى في التقاط بعض الصور، فكان حريص. وأنا هني أيضا أشكر والدته لأن والدته حريصة أنها تفعل مثل هذه الطاقة الإيجابية في والدته. هذه جزئية. الجزئية الثانية لو تزور المنصة بتحصل تنوع في الصور، تنوع في الأنواع، في أشخاص مواطنين وفي غير مواطنين، في طلبة، في كوادر إدارية في وزارة التربية والتعليم، في معلمين. هذا التنوع عطى جمالية كبيرة في المنصة. بالنسبة لنا احنا كوزارة التربية والتعليم شو تقدم هذه المنصة من إضافة؟ تواجدنا بحد ذاته يقربنا من المجتمع. اليوم نحن كوزارة مش دورنا فقط كتاب وإنما زرع ثقافة، بناء معارف، هذا كله يساعد من خلال يعني هذه المشاركات إن شاء الله. يعني غير الورش الافتراضية العديدة والمتنوعة اللي تقومون بتنظيمها في الحقيقة كما ذكرت قبل قليل أستاذ، هناك كذلك مسابقة، لديكم مسابقة بالنسبة للصور المشاركة، صحيح؟ صحيح. حدثنا أكثر عن هذه المسابقة. نعم، كنوع من التشجيع لمثل هذه المواهب ولجذب تفاعل أكبر تم عمل مسابقة. نعم. طبعا تعميمها على كل المستهدفين،
وأخذ الصور، وفي لجنة تشكلت وتم فلترة 20 صورة. هذه 20 صورة قلنا نحن ما راح نتدخل، نبغي الجمهور اللي يزور المنصة بعد ما يأخذ لفة ويعني يسقي عينه من جمالية الصور، نقول له هذا التابلت لو سمحت أو هذا الآيباد لو سمحت اختار لنا أفضل 3 صور، نخلي الجمهور هو اللي يصوت. وهي دعوة لكل اللي يشاهدونا اليوم، وأنتم كذلك تمروا على المنصة وتشاهدون الصور وبعد ذلك أيضا تشاركون في التصويت، وهذا بحد ذاته حافز أن الناس تتفاعل مع مثل هذه المشاركات. نعم. إن شاء الله. نعم. التصويت مستمر صحيح؟ نعم، أنا أشوف الحافز الحين أنتم الاثنين تحمستوا أكثر. التصويت مستمر. نعم، التصويت مستمر إلى باكر إن شاء الله، بحكم أن إحنا ودنا أيضا نكرم الفائزين في المنصة، وإن شاء الله باكر بيكون الفترة المسائية، وهي دعوة لكم وللجميع أيضا يشاركونا ويحضرون، يعني هي مش احتفالية ولكن تفاعل جميل في لتكريم الطلبة اللي بيفوزون ويانا إن شاء الله. إن شاء الله. كيف تم إعلام المشاركين بهذه النسخة؟ طبعا كانت هناك تحديات بحكم أنكم اخترتوا 20 صورة أو أكثر من 20 صورة، وتم اختيارها من بين عدة صور، من هم كانوا المحكمين؟ من الذي اختار هذه الذائقة؟ نعم، احنا اليوم في وزارة التربية والتعليم عندنا المركز الإعلامي التربوي، فريق متخصص، استوديوهات مميزة. اليوم لو تدخلون حسابات الوزارة بتشوفون مخرجات فيلمية جدا جميلة، وأنا أتوقع يعني بعض المصورين موجودين حتى معانا قلب الاستوديو الآن. فريق عنده خبرة جدا كبيرة. اللجنة تشكلت من أكثر من زاوية. نعم. جزء من فريق المركز الإعلامي التربوي من مصورين ومن فريق إنتاج، وفريق آخر أيضا من شركة نيكون، أيضا عندهم الخبرة والاحترافية في الصور. هذا الفريق هو اللي فلتر الصور. كيف تواصلنا مع الطلبة؟ طبعا إحنا اليوم اللي 20 اللي فازوا تم التواصل معهم بشكل مباشر، لكن التحدي الأكبر كيف تواصلتوا مع المجتمع التعليمي. اليوم إحنا عندنا فريق في وزارة التربية والتعليم هو فريق الفعاليات. تبارك الله السنة هذه احنا تقريبا نتحدث عن حدود 20 مشاركة في معارض ومؤتمرات كمنصات اما تفاعلية او منصات كمشاركة على مستوى دولة الامارات وخارج الدولة. نعم. هذا الفريق وصل لمرحلة من الاحترافية، يعرف كيف يحدد اهدافه، يحدد المستهدفين، يحط خطة التواصل معهم ويبتدي التنفيذ. اليوم عندنا ادوات التواصل الاجتماعي جدا قوية، عندنا ارقام التواصل، عندنا الايميلات، وقيس على ذلك. نعم، بالحديث عن الصور المشاركة، اليوم هو اليوم 6 من المهرجان، كيف لاحظتوا وشاهدتم تفاعل الزوار على هذه المنصة وعلى الأعمال التي تقدم من خلال منصتكم؟ نحن وهذه فرصة، احنا نشكر الاخوان في المنظمين، اللجنه المنظمه واللجنه العليا كذلك المنظمه للمهرجان الدولي للتصوير في اماره الشارقه. نعم. ونشكر سمو الشيخ سلطان بن احمد القاسمي اللي بجد احنا شفنا نجاح المهرجان في يوم، او نجاح مشاركتنا في يوم زيارته لمنصتنا، السعاده الغامره، وهو يعني تركنا سمو الشيخ الله يحفظه، تركنا احنا انا وسعاده الاخ طارق سعيد علاي بعيد، وبدأ بروحه يمشي ويا الطفل كتفاعل. سبحان الله، يعني هذا الحماس وهذا التفاعل خلاني أنا عقب ما خلصنا قلت له مبروكين، يعني ابتسامة الشيخ كم تسوى، وقف معانا وخذ صورة. فالنجاح الحمد لله بدأناه ولمسناه من المشاركة الأولى، من زيارة سمو الشيخ اليوم لمنصتنا. يعني تواصل معي أحد الأخوة سعادة اللواء محمد المري، مساعد قائد عام شرطة دبي سابقا، قال لي يا أبو زايد أنا بمر منصة وزارة التربية والتعليم، ومريت وشفت المنصة بشكل جميل ما شاء الله منصتكم. هو أيضا عنده ذائقة تصويرية ويصور، ومتعني جاي من دبي، مع أنه ما شاء الله هو 24 ساعة يعني أوقات حتى برع دبي، يا متعني للمهرجان هذا. هذا أكبر دليل أن اليوم من الدولة ومن خارج الدولة أصبح هذا المهرجان حديث، فهذه بروحها تهنئة التفوق إن شاء الله بإذن الله. جميع المصورين يؤمنون بأن الصورة تحدث تغيير، هل هناك قصة معينة حدثت مع مصور شارك من قبلكم أستاذ هزاع؟ عندنا أغلب الصور، يعني أحد الأسباب لاختيار الصور المشاركة هي قصتها، وإحنا اخترنا يعني رسالة، يعني سبحان الله أحاول أستذكرها، رسالة خاصة للمشاركة هذه في هذا المهرجان. كل صورة عبارة عن قصة. اليوم البعض يسأل شو قصة غزال وعلى رملة
وفي صحراء أعتقد المنطقة الغربية في التعليم. اليوم قدر المصور أن يشوف خفة الغزال في التنقل على الصحراء، رغم أن تشوفوا حوافر الغزال وايد ضعيفة، ولكن رشاقته لو شفتوا الصور هو أكثر من صورة. نحن اخترنا واحدة على أساس أنه يعني ضيق المكان. خفته في التنقل وفي التطور وفي يعني التعايش مع هذه الصحراء، هو هذا الفكر اللي كان يبغى ينقله. اليوم احنا في قبل 50 سنة كان مستوى التعليم جدا بسيط عندنا. اليوم اللي يحضر، سبحان الله، كان عندنا صديق قبل كم من يوم اشوفه من خارج الدولة يقول انا يوم اي الامارات انبهر. معقول هاي خلال 50 سنة هذا العمار اللي صاير؟ فأنا أقول معقولة خلال 50 سنة هذا المستوى العالي في التعليم عندنا، النقلة الكبيرة في التعليم. إحنا اليوم على مستوى العالم العربي في إحدى يعني المؤشرات خلال برنامج اسمه إضاءات إحنا نطلقه، دولة الإمارات تعتبر رقم 1 على مستوى العالم العربي في من خلال إحدى المؤشرات تم ذكرها، وهذا مش شيء بسيط. دول يعني بمئات السنين، اليوم إحنا خلال 50 سنة نتقدم في معارفنا وفي يعني في تعليمنا إن شاء الله بإذن الله. كل جهة تشارك اليوم في المهرجان الدولي للتصوير تسعى إلى تقديم رسالة إلى المجتمع، ربما تكون هذه الرسالة رسالة مؤثرة، رسالة ملهمة للمتلقين، لكل من يزور ويشاهد هذه المناظر الجميلة وهذه الإبداعات والأعمال الفنية والإبداعية في الحقيقة. بالنسبة للرسالة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم من خلال مشاركتها في إكسبوجر هذا العام. نعم، نحن اليوم نرى بأن اليوم الصورة هي توثق لحظة، ولكنها ممكن تنسج قصة حياة من خلال صورة. نعم. تعبر. اليوم في بعض الصور تتحدث عن الحروب، بعض الصور تتحدث عن الطبيعة، بعض تتحدث عن التربية. فاليوم أنا أقول هذه صورة ممكن توثق لحظة ولكنها تنسج قصة حياة. وزارة التربية والتعليم تؤمن بهذا المفهوم، مشاركتنا من خلال صورة توثق لحظة ولكنها تنسج قصة نجاح لوزارة التربية والتعليم، تنسج قصة نجاح لحكومة أكملت 50 عام خلال يعني من النجاح خلالها، يعني وقفت على منصات تقدم، منصات الناس وقفت تصفق لها احتراما وتقديرا. يكفينا فخرا ان اليوم اكسبو موجود عندنا، هذا يكفينا فخر. اليوم هذا يعني احنا الدولة العربية تقريبا الاولى في العالم اللي اكسبو يتواجد فيها. مشاركاتنا من خلال هذه المنصة اليوم كوزارة التربية والتعليم، نحاول ان نوصل رسالة بان الوزارة موجودة لصقل المواهب والبحث عن المواهب ومساندة المواهب وإتاحة الفرص للمواهب. اليوم مواهبنا ليست فقط التعليم اللي هو النظامي، وإنما حتى التعليم المهني من خلال التعليم يعني صقل الهوايات، هذه كلها جزء من منظومة كاملة يعمل عليها يعني وزارة التربية والتعليم من ضمن منظومة طبعا مجلس الوزراء إن شاء الله. نعم، جميلة هي رسالة وزارة التربية والتعليم أيضا. وبعد كل مهرجان وبعد كل مشاركة لابد من وجود تطوير ووجود خطة مستقبلية. هل وضعت الوزارة خطة مستقبلية للمشاركة سواء في هذا المهرجان أو المهرجانات الأخرى التي تستضيفها إمارة الشارقة؟ نعم، إمارة الشارقة عند معالي حسين بن إبراهيم الحمادي هي أولوية كذلك، والمشاركة في معارضها أولوية. نحن اليوم يوم نشارك في مثل هذه الفعاليات، وزارة بحجم وثقل يعني وزارة التربية والتعليم، وجودها في بعض المعارض تعطي ثقل. اليوم نحن حريصين مش فقط للمشاركة من أجل المشاركة، وإنما أيضا من المشاركة من أجل الإنجاح والمساندة والدعم. إحنا منظومة واحدة، سواء معرض يستوي في دبي، مؤسسات الشارقة تتواجد في جايتكس اليوم في دبي، كل الإمارات تتواجد فيه. شو الهدف؟ الهدف هو منظومة وحدة نتشارك لدعم. اليوم إنجاح مهرجان يعني المهرجان الدولي للتصوير هو نجاح ليست فقط للشارقة وإنما لحكومة دولة الإمارات، للدولة بعمومها. فوزارة التربية والتعليم إحدى الأولويات اللي نشتغل عليها أيضا اليوم انتقاء الفعاليات التي تشكل إضافة لمجتمع دولة الإمارات نتواجد فيه وندعمه. أتكلم مع الإخوان في الفريق عدنا، أقول لهم تعبتونا حق السنة الجاية، ما خليتونا شيء حق السنة الجاية. ليش؟ لأن اليوم ما شاء الله يعني كثير من الأفكار قدمت، لكن تبارك الله سبحان الله. أنا أؤمن بشيء،
كثر ما تعطي بنية طيبة تحصل أضعافها في ثاني يوم توصلك إن شاء الله. فإن شاء الله يعني الخطة من الآن بدأنا نخطط إن شاء الله لي يعني للتواجد في يعني الدورة السابعة، وهي بتكون الثالثة لنا إن شاء الله من المهجر بإذن الله. بإذن الله. أريد أن أتحدث عن الدعم الذي تقدمه الوزارة للطلبة المشاركين الموهوبين والمبدعين هنا في إكسبوجر. ماذا بعد إكسبوجر؟ هل سيستمر الدعم وكيف؟ نعم، اليوم نحن أول شيء إذا بتكلم عن الدعم أنا بسبق دعم آخر، هي رسالة شكر للإخوان منظمين مهرجان يعني إكسبوجر، مهرجان دول التصوير، ورسالة للإخوان يعني من أكبر موظف إلى يعني أول وآخر موظف موجود. الدعم اللي حصلناه في مشاركتنا الأولى ساهم بأن إحنا يعني نستمر والحمد لله. نعم فعلا أول دورة أتاحولنا فرصة، أتاحولنا مساحة، دعمونا بشكل كبير، وهنا اليوم من رد الجميل. الجزئية الأخرى، اليوم المركز الإعلامي التربوي التابع لإدارة اتصال الحكومة الإعلام التربوي مركز متخصص في مصورين وفي غيره. اليوم المسابقة هذه لم تنتهي، وإنما بدأت مسابقات أخرى، كل اللي راح يفوزون راح تتاح لهم الفرصة أنهم يشاركون في معارضنا القادمة التي تتناسب معهم، راح تكون لهم أولوية أيضا أنهم يتواجدون معنا في الإعلام التربوي، ممكن يدربون معنا تدريب إضافي. شغلة أخيرة وهي وايد مهمة، اليوم أنا جبت مجموعة من الشباب المهتمين في التصوير إنهم شاركوا في منصتنا بطريقة مجانية، أعطيته فرصة أنه يحتك ويتعلم بطريقة مجانية. كان ممكن متخوف أصرف فلوس أقدر ما، لكن اليوم بيشارك في يعني معانا بمنصة مجانية، هذه ممكن تتيح له الفرصة أن يفكر بشكل جاد. نعم. أن يشارك بمنصة بروح إن شاء الله السنوات أكيد. القادمة، وهذه جزء من الفكرة اللي إحنا يعني قاعدين ننسجها إن شاء الله لمشاركاتنا بإذن الله. كل الشكر لك أستاذ هزاع إبراهيم المنصوري المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، معلومات قيمة، مشاركتكم طيبة ترفع الرأس وتبيض الوجه، وجميل دعمكم لأبناء الإمارة والوافدين في دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا أخوي غدير، أنكم أتحتونا الفرصة، شكرا أمل أتحتونا الفرصة للحديث، وأنا أشكر طبعا أخواننا في يعني مؤسسة الشارقة للإعلام وطبعا صباح الشارقة تحديدا، أنكم أتحتونا الفرصة أن نتواصل مع جمهورنا، وإن شاء الله مشاركتنا هذه أيضا لاقت استحسان يعني المشاهدين الكرام. حياك الله. شكرا. مشاهدينا، يوفر المهرجان فرصة لجميع الموهوبين ومحبي التصوير المشاركة في الورش، وأجمل الورش هي ورشة التصوير تحت الماء أعده لنا الزميل خالد الريسي في هذا التقرير، نتابع التفاصيل ولنا عودة. صباح الخير مشاهدينا الكرام، متواجدين بين هذه الأعمال الفنية البصرية الرائعة هنا في المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر في مركز إكسبو الشارقة. دعونا مشاهدينا الكرام نتعرف على إبداعات هذا المهرجان من خلال إحدى المعارض، فخلكم ويانا. نحن هون بالكيوب هاد انه واحد لازم نجهزه كيف يلبس المعدات الاكويبمنت، الفنس، السيلندر، الماسك، تحط كيف تشيله وتحطه على وجهك. منقدم للزوار انه نعلمهم اساسيات الغوص واساسيات كيف يصورون تحت الماء. احنا عندنا عده كاميرات تغوص فيها ل 30 متر وهي ضد الماء، وشغلات بس انه سهله، المعدات زي الفنس، السيلندر، الريجوليتر، الماسك. الرسالة نحن نوجهها أنه نحافظ على البيئة، أنه ما نلوث البيئة، ونشوف الناس، تيجي الناس تشوف شغلات شيء جديدة، لأنه أنت لما تكون بقلبها حالياً، نحن بقلب الأكواريوم تحس حالك أنت بعالم ثاني. فانه لازم نحافظ على البيئه لانه التلوث، ولازم نحافظ على الطبيعه، التلوث من شان الحياه البحريه. مثل ما شفنا مشاهدينا الكرام هذه التجربه الرائعه والجميله للتعريف باساسيات الغوص وايضا التصوير تحت الماء هنا في المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر. ندعوكم للزيارة، حياكم الله.
كل الشكر والتقدير للزميل خالد الريسي على هذا التقرير المميز. مشاهدينا مستمرين متواصلين معكم، ويستقطب المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر في نسخته السادسة عدد كبير من المصورين من الموهوبين الشباب الذين حرصوا على المشاركة هنا في إكسبوجر هذا العام. ومن هذا المنطلق يسعدنا أن نرحب سويا بالمصور الفوتوغرافي عبد الله الهاشمي. يا هلا ويا مرحبا بك. حياكم الله. مرحبا مثلا. يسعد صباحك. صباحك يا مرحبا. هذه هي المشاركة الأولى لك في المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر، صحيح؟ نتحدث عن هذه المشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، هاي مشاركتي الأولى في مهرجان إكسبوجر الدولي. طبعا مشاركة جدا جميلة ومميزة، تعرفت فيها على ثقافات جميلة في المعرض، كما أني عرضت صورتي في إقبالات جدا جميلة وتعليقات جميلة على صورتي. هذا يعني يعطي دافع كبير للروحة، فالحمد لله يعني مشاركة جميلة في معرض إكسبوجر الدولي. الحمد لله. جميل. من شوي كان ويانا يعني الأستاذ هزاع المنصوري وتحدث عن أمور وتسهيلات واختيار لصور وايضا تقييم للصور، كيف شفت هذه التسهيلات من قبل مشاركتك بجناح او معرض وزاره التربيه والتعليم؟ طبعا في البدايه شفت الاعلان اللي حاطينه وزاره التربيه والتعليم، الحمد لله بعد ما عرضت عليهم اكثر عن صوره، تقريبا 11 صوره لجنه قيمت صوره واحده، والحمد لله فزت يعني بصوره اللي انا كنت اتمناها انهم يحطونها. طبعا كتسهيلات ما شاء الله عليهم جدا متعاملين، وكانت تسهيلات جدا بسيطه مع في التعاون لعرض الصور للمصورين. نعم. عبد الله، خبرني عن بداياتك، متى بديت في هذا العالم، عالم التصوير؟ عالم التصوير بديته مع الوالد. طبعا تحدون الصور القديمه كيف كانت تتصور تتحمض، طبعا الوالد كان يبدا يحمضها في البيت على ايام، كان يبي يوفر بس بطريقه غير. الحمد لله كانت هاي نظرتي الاولى في التصوير. بديت اني اسعى في هالشيء. طبعا كان عندي جانب الرسم، كنت احاول اني ابدا طموحي في الرسم ما شاء الله اكثر عن التصوير، لكن توقف هالطموح اول ما دخلت في عالم وبديت اني اصور اكثر واكثر. نعم. طبعا الحمد لله اقتنيت اول كاميرا، بديت اطلع في عالم التصوير. هالكلام كان في 2014 2015 تقريبا. كنت اشوف كل اللي حولي كلهم كبار وانا الوحيد الصغير اللي داخل في هالمجال، انت وين تبقى يعني. الحمد لله طورت مهاراتي، اكتسبت مهارات من الشباب اللي حولي جزاهم الله خير، كانوا دائما الداعم لي، اللهم لك الحمد. بعد فتره طويله وخبرات اكتسبتها في طلعات تصوير و ان شاء الله والدخول في عالم جديد كالدرون والتصوير الضوئي، الحمد لله توفقت وبديت اني اتطور اكثر واكثر الحمد لله. اخوي عبد الله، انت استغنيت عن الرسم ولجأت للتصوير. نعم. واقتنيت كاميرا، شو اول كاميرا اقتنيتها؟ اول كاميرا كانت كانون الصغيره، هاي اول كاميرا تركتها لحياتي، وكنت فايز فيها في مسابقه بعد يعني الحمد لله، كانت مسابقه رسم فزت في الكاميرا فيها. وبعدين بديت اتطور وبديت اني اخذ كاميرات وعدسات، وبدا عالم التصوير بدا من شغف اني لازم اتطور في هالمجال، ما اوقف على شيء معين. الحمد لله توفقت، اللهم لك الحمد. الحمد لله. اريد تسليط الضوء على الصوره التي التقطتها وشاركت بها في مهرجان إكسبوجر، لماذا اخترت هذه الصوره بالتحديد؟ الصورة اللي التقطتها، طبعا هاي الصورة حسيت فيها عناء صراحة، لاني تميت فيها 3 أيام عشان اصور هالصورة. الصورة اول ما تي عينك عليها ترجعك لماضي الامارات. نعم. كيف بدأت المدارس في دولة الامارات. حبيت انقل هالصورة لانها ما انتقلت في الماضي، ما انتقلت بهالوضوح، ما انتقلت بالمزايا هالجميلة اللي عندنا حاليا. اللهم لك الحمد. بعد عناء 3 أيام والتنسيق مع المعلم والطلاب الموجودين هناك، التقطتها الصورة بزوايا جدا مختلفة، وكان يعني شوي موضوع متعب صراحة، لكن الحمد لله في ثالث يوم من المهرجان وبالتعاون مع صديقي سالم سرحان التقطتها الصورة الجميلة، اللهم لك الحمد. و يعني حتى كانت تفاصيل الصورة نفس ما تشاهدون
تعود للماضي يعني حتى نعم. الكراسات الموجودة صحيح. الصبورة لبس المعلم لبس الطلبة الموجود على طول عينك تروح للماضي الجميل وكيف بدأت المدارس. اللهم لك الحمد حاليا نحن في دولة الإمارات متميزين بأعلى درجات التعليم عندنا، وهذه كانت الصورة اللي ما انتقلت في الماضي والحمد لله نقلتها أنا في حاليا. الحمد لله. الحمد لله. جميلة الصورة، وأيضا اخترت لها عنوان جميل واللي هو مدرسة الإمارات. نعم. نعم. نعم جميل العنوان، أيضا صورة بالطبع توحي بوجود حياة جميلة في الماضي في مدارس الإمارات وكيف كانوا الطلبة يدرسون على هذه الأجواء القديمة والبيئة القديمة، وجود أيضا السبورة القديمة هاي ووجود الطبشورة. يعني نحن ما لحقنا، ما حد لحق، ما لحقنا، لا ما حد لحق، لكن جميل نقل هاي الصورة وهذه الرسالة. أخوي عبد الله، كيف استطعت أن تطور من مهاراتك في مجال التصوير؟ تطوير المهارات بالتعاون طبعا مع ربعي المصورين، اللهم لك الحمد، بعد طلعات وجيات يعلموني أكثر وأكثر. طبعا ما يكفي التعليم النظري اللي هو انك تشوف يوتيوب او تشوف فيديوهات تعليمية، هذا ما كان كافي، لكن التصوير الفعلي هو انك تنزل أرض الواقع وتبدأ تصور وتطلع إبداعاتك في هالمجال. قد انك انت تشوف زاوية وصورة مختلفة غيرك ما يشوفها، فانت كمصور تنقل هذه الشيء الجميل اللي انت تشوفه بعينك للناس. في ناس ما تشوف هالزوايا الجميلة، طبعا نفس ما تشوفون التصوير ينقل اشياء ما تنشوف في العين، لكن الواقع في الكاميرات انها تنقل اشياء جدا جميلة ومختلفة للناس، وتعرف ان في اشياء بدأت تطلع في الامارات نفس ما دخلنا في مجال الصحراء وبدأنا نصور المجرات. طبعا هذا شيء ما كان محد كان اكتشف المجرات في الامارات، بدأنا نطلع نصور المجرات، بدأنا ان نكتشف هالاشياء. منها كانت صخور رسوبية في الوثبة، طبعا ها كان من الاماكن الجميله نصور فيها المجرات في الدوله، والحمد لله كان التقاطها جدا جميل. والحين ما شاء الله بيد سمو الشيخ حمدان بن زايد تطور المكان وصار معلم سياحي جميل بعد التطورات اللي شاهدها سموه. مكان يعني يرجعك ان في اماكن جديده في الامارات ما حد مكتشفها. نفس الشيء البرك الملحة الموجودة في الوثبة، نعم. هاي ما كانت تتشاهد، ولكن مع التطور والتصوير بدأ الناس تجي للفيزت، يعني أنها تشوف هالأشياء الموجودة في الإمارات. طبعا هاي من الزوايا المختلفة في التصوير، الحمد لله. يعني الحمد لله. المهرجان الدولي للتصوير يستقطب ويحتضن نخبة من ألمع المصورين المحليين والعالميين. أكيد. كمصور كيف تستفيد من هذه الخبرات الموجودة هنا على أرض الشارقة وفي إكسبوجر؟ طبعا معرض إن شاء الله جدا كبير وجدا في صور جميلة ومبدعة في هذا المعرض الجميل. طبعا نحن نكتسب خبرات كمصورين، بدنا نشوف كيف الزوايا اللي التقطت، كيف كانت وضعية المصور في هذه الصور، كيف أوحات له الفكرة أنه يوصل لهالصورة. طبعا هاي كلها أشياء ترجع للمصور وكيف أنه يختار الزوايا في المستقبل. قد أني أنا في يوم أمر بنفس الموقف أو نفس المجال وأمر على نفس الموقف، فأقدر أني أسترجع أن هذا المصور قد التقط بهاي الصورة أو بهاي الفكرة الجميلة، بحيث اني انا تيجي في بالي ان على طول اني اقدر اني اشتغل واساعد في هالموضوع. ان شاء الله معرض جدا جميل ومليء بالافكار الجميله والمستثناه، ما يعني في اشياء كثيره ما حد شافها وما انعرضت، ولكن في المعرض الدولي اكسبوجر ان شاء الله الابداع في جميع الانحاء طبعا. وهذا هو يعني اكتشاف المهارة. اخوي عبد الله، ذكرت انك تحب تصور في مكان معين اللي هو وتصوير المجرات، أنت وربعك ما هي الأماكن أيضاً التي تفضلها وتحب تصور فيها؟ أنا طبعاً أصور كل شيء، ولكن الواحد يميل للطبيعة، لأن الواحد كمصور يأخذ راحته في الطبيعة في صحراء الإمارات بالذات. في إذا بصور بنايات وهذا طبعاً في هناك عوائق تكون،
في التصوير البنايات او تصوير الاشخاص كتصاريح او الى اخره. في تحديات يعني. نعم في تحديات تواجهها، ولكن في الطبيعه انت تتحدى الطبيعه، كيف تطلع الطبيعه اللي قدامك. طبعا كنا دائما ننقل من صحاري ابو ظبي وصحاري مدينه العين اشياء ما تشاهدت، فكان التحدي الاكبر مع الصحراء، وانه في اشياء ما اكتشفت، نحن الحمد لله قدرنا نكتشفها كمصورين ومبدعين. الحمد لله. عبد الله، ابى اتكلم عن التحديات، ما هي ابرز التحديات التي يمكن ان يواجهها المصور المبتدئ، وكيف يتخطى هذه التحديات ويصل الى هدفه ويصل الى مرحله الابداع خلينا نقول؟ اكيد. كبدايات تصوير طبعا لازم الواحد يتقن انه كيف يوصل الفكره اللي في باله. نعم. كيف بيوصلها، هل هي بتعجب الناس او بتعجب نفسه في البدايه قبل ما تعجب الناس. كبدايات في التصوير لازم الواحد يتقن انه يوصل لاهداف جميله واشياء غير. بيواجه صعوبات في الزوايا، بيواجه صعوبات في الاعدادات، بيواجه صعوبات في تعديل الصور، ولكن بعد فترة بعد ما الشخص يتعود على الشيء أو أنه يصبح هذه الموهبة عنده يبدأ أنه يبدع فيها. فأشوف أن التحدي الأصعب هو البداية، والحمد لله يعني الواحد دام يستمر في الشيء اللي يحبه يبدع دائما. نعم. شو أقرب صورة للمصور عبد الله الهاشم؟ أقرب صورة سؤال صعب صراحة، ولكن اختار صورة التقطها في مدينة العين، في بحيرة في مدينة العين. طبعا هاي صورة التقطها درونيات مع مصور المبدع خالد المصعبي. فزت بها الصورة، كانت زاوية جميلة وجديدة ما قد شاهدت. الحمد لله التقطها مع سحب وأشياء جميلة، وتعتبر أنها واحة. نعم. حور الشير، وفزت بها الصورة الحمد لله. يعني هاي من الصور الجميلة اللي عندي. نعم. المصور عبد الله الهاشمي مصور فوتوغرافي، يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. شكرا لك. الله يعطيك العافية. الله، ونشكر إذاعة الشارقة ونشكر وزارة التربية والتعليم على اتاحتنا الفرصة لعرض صورنا في مهرجان اكسبوجر. الله يسلمك يا عافية. لكم ألف عافية. مشاهدينا، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. نلقاكم غدا في نفس الموعد وفي آخر أيام المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر، وهذه دعوة لكل من لم يزور المهرجان حتى الآن. إلى الملتقى، مع السلامة. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.